إذا معنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. أهلا وسهلا بك يا سيدي الكريم. بداية، كيف تفسر تباين المواقف ما بين الطرفين فيما يخص بالتحديد حول الاتفاق المناطق المتنازع عليها وكذلك المعابر الحدودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا. حقيقة كان بيان قيادة العمليات المشتركة واضح وصريح بخصوص ما جرى من لقاء الوفد الفني التابع للحكومة الاتحادية مع الوفد الفني التابع لحكومة الإقليم وقيادات الجيش المركزي. كان هناك اتفاق على مسودة، وكانت الأمور حقيقة جيدة وتسير بالشكل الصحيح، لكن بعد ذلك كان هناك نقض وتراجع من قبل حكومة الإقليم وقوات البيشمركة عن مسودة الاتفاق الذي جرت ما بينهم وما بين الوفد الفني تابع لحكومة الاتحادية. ونحن كقيادة عمليات مشتركة وضحنا أنه قطاعات مشتركة ستعيد الانتشار في كل مناطق التابعة لسلطة الحكومة الاتحادية، وأيضا نسب الحدود الدولية والمنافذ الحدودية. وفي حال تعرض يعني قوات البيشمركة باتجاه قطاعاتنا أو باتجاه المواطنين، سيكون لنا رد في حين باتجاه أي تعرض يحدث من قبل قوات البيشمركة. نعم سيد يحيى، لكن كان هناك بيان للبيشمركة يقول بأنه لن يكون هناك أي اتفاق ما بين الطرفين، يعني وكما ذكرت هناك كانت مسودة وأيضا تم تقديم مسودة مغايرة في المرة القادمة، وفي كلا الحالتين تم الرد من قبل الإقليم على هذه المسودتين. يعني حقيقة العالم كله اطلع، والإعلام والإعلام العربي والعراقي، بتواجد السيد رئيس وكالة الجيش والوفد المرافق له كفريق فني مع السيد كريم سنجاري وزير الداخليه في اقليم كردستان وعدد من القيادات وايضا قوات البيشمركه. وكانت لقاءات مستمره ما بين الوفدين وعقدت اجتماعات، وكانت الامور ايجابيه، وهذا ايضا ما صرح فيه السيد رئيس اركان الجيش المحترم. انا يعني لا افهم لماذا ينكرون هذا الشيء. ايضا نحن اشرنا في بيان رسمي وصريح انه تم يعني العوده الى المربع ما قبل الاول، بعد ان كانت قطاعاتنا مستمره بعمليه تقدمها واوقفت حركه تقدم القطاعات لاعاده انتشار قبل السيد القائد العام قوات مسلحه. نعم. وكان الغايه منها هو اعطاء فرصه للوفد الفني المشترك ما بين قوات الحكومه الاتحاديه تبع الحكومه الاتحاديه وحكومه الاقليم. نحن كقوات مشتركه ننتشر في كل الاراضي التابعه لسلطه الحكومه الاتحاديه والحدود الدوليه وكذلك المنافذ الحدوديه، وهذا ما يضمنه الدستور العراقي ويكفله، وهذا حق مشروع لقواتنا ان تتواجد في كل هذه المناطق. نعم، ايضا قوات البشمركه كذلك ذكرت بان تواجدها في هذه المناطق وعند الحدود حدود اقليم كردستان هي للدفاع عن كردستان نفسها وليس من اجل الحرب. نحن سيدتي، نحن ايضا نتواجد في هذه المناطق التابعه لسلطه الحكومه الاتحاديه العراقيه، والدستور يقول تواجد القوات التابعه لحكومه الحكومه الاتحاديه، وقوات البيشمركه عليها ان تنسحب الى المناطق التي كانت تتواجد فيها بعد عام 2003. هذا ما تم النقاش به، وهذا ما تم وضعه في المسوده التي كانت على يعني مشارفها بالانتهاء لعودة قوات البيشمركة إلى حدودها الطبيعية. من يقوم بحماية العراق سواء كردستان أو الوسط أو الجنوب من أو الشرق أو الغرب هي القوات التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، وهذا يحدث في كل العالم. نعم. في كل العالم من يمسك الحدود ومن يتواجد على الحدود ومن يمسك المنافذ الحدودية هي القوات التي تتبع الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية. نعم، طيب سيد يحيى، أيضا كيف ترى دور التحالف الدولي فيما يخص بالتحديد الاتفاق ما بين الطرفين؟ مسار العلاقة كيف سيكون؟ وكذلك دور التحالف الدولي في من الممكن تغيير مسار هذه العلاقة؟ اللي كان كلامه واضح، التحالف مع الحكومة العراقية ومع الحكومة الاتحادية،
واعتقد انه حتى التحالف الدولي صوره مهم جدا بعمليه التنسيق ما بين الطرفين. نحن كقوات اتحاديه وايضا كحكومه عراقيه وعلى راسهم السيد القائد العام قوات المسلحه، لا نريد ان يكون هناك صدام مع قوات البشمركه، لا نريد اراقه الدماء. الدم العراقي عزيز وغالي علينا، اذا كان الدم العربي او الدم الكردي او الدم المناطق الغربيه او الجنوبيه، كل الدم العراقي هو غالي علينا، لكن نحن نعيد الانتشار في هذه المناطق التي كنا نتواجد فيها وهي تتبع سلطه الحكومه الاتحاديه. فاعتقد اليوم على قوات البشمركه ان تعي وتعرف انها من ضمن منظومه الدفاع الوطني العراقي، وقاتلنا سويه، اعطينا دماء، اعطينا تضحيات، عدونا واحد، عدونا مشترك، يجب ان نقف وقفه رجل واحد من اجل ان نحافظ على العراق وعلى شعب العراق وعلى وحده العراق ووحده اراضيه ومياهه. وان شاء الله نتوقع ان تكون الامور ايجابيه بخصوص هذا الموضوع، لكن مثل ما اشرت في حال ان صدرت الاوامر لقطعاتنا باعاده الانتشار في هذه المناطق، نحن ننتشر لنعيد السيطره ونعيد النظام. لا نتمنى ان يكون هناك اي استعداد في قطعاتنا او المواطنين الابرياء في تلك المناطق من خلال قوات البشمركه. وفي حال استهدافنا سيكون لنا حق الرد بحسب ما تدعي القياده العسكريه وفي الوقت المناسب. إذا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة كنت معنا، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.